بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل إن شاء الله اليوم محاضرة يمكن تكون الأخيرة في الجزء الأول من اللاب مانجمنت، اللي هو الشق اللي يتعلق بالمهارات الإدارية في المصاف. إحنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن صفات القائد وصفات المدير المختبر، يعني إذا نتحدث عن الموضوع المصاب تبعنا وأنواعهم وإيش سلبيات وإيجابيات كل واحد وإيش صفات القائد بشكل عام أو مدير المؤسسة بشكل عام. لا وقلنا إنه بنذكر إنه إحنا حكينا إنه هي بتكون خليط من هذه الصفات الأربعة، ولكن كل موقف يحتاج صفة من هذه الصفات حسب طبيعة الموقف. بقول لي how to create an environment to encourage maximum accomplishment، يعني كيف أن احنا بدنا نخلق بيئة إيجابية وبيئة مريحة للموظفين والعاملين في المختبر حتى نصل إلى الأداء الأعلى قيمة في الأداء، أعلى مستوى في الأداء الناتج عن رضا الموظفين ورضا العاملين في المختبر. لأنه الـ environment الإيجابية والـ environment المريحة هي من مسؤوليات المدير المختبر. هو المفروض أنه يعمل جهد حتى يبذل الجهد لحتى يخلق بيئة مشجعة وإيجابية ومريحة للعاملين حتى يصل إلى إنتاج وأداء في أعلى مستوياته. في عندنا بعض البنود، هذه البنود كفيلة إنها طبعاً مش نقدرش نحصر كل البنود، وكل يمكن مؤسسة إلها ظرفها الخاصة وبنودها الخاصة فيها، لكن إحنا في أساسيات وعموميات يعني نستطيع إن إحنا نتطرق إلها حتى يعني نبين ونوضح إيش الإجراءات اللي ممكن يتخذها مدير المختبر حتى يخلق بيئة إيجابية ومريحة في المختبر. نمرة واحد بيقول لي a worker's job must define goals which are explained and clearly understood by everyone involved. المقصد هنا انه الوظيفة اللي بيقوم والعمل اللي بيقوم فيه الموظفين في المختبر يجب في بداية انه يخدم الجولز اللي يصب في هدف الجولز المركزي اللي انت يا مدير المختبر حطيته ووضعته للمختبر. طيب يعني المقصد انه الجوب ديسكريبشن الوصف الوظيفي لك انت يا الموظف بدايه اللي بيضعه مين؟ اللي بيضعه المدير. طيب الوصف الوظيفي او المهام الوظيفيه للموظف يجب ان تكون او تخدم في اتجاه اللي هو تحقيق الاهداف. الان النقطه مهمه هنا بقول لي انه يجب ان تكون هذه الجوب ديسكريبشن يجب ان تكون محدده بشكل واضح للموظف ولكل الموظفين الموجودين. يعني ما بينفعش تيجي انت تجيب موظف وتقول له تعال انا حطيتك في المساعد اداري وانت ايش بتشتغل على المساعد الاداري؟ طب ايش مهامك؟ خلص مساعد اداري. الان المساعد الاداري اذا ما كانش يعني مثلا الجوب ديسكريبشن واضحه له ممكن هو يعترض على بعض المهام اللي بتكلفه فيها، ممكن يعترض مع زملائه على بعض المهام اللي هو بيقوم فيها فتنشأ خلافات، هذا من شغلك، لا هذا مش من شغلي، هذا مش عارف ايش، وبالتالي تنشأ بيئة سلبية في المختبر. الصح انه كل موظف، هي معنى العبارة الاولى، كل موظف يجب ان يفهم بالضبط ويستوعب ويعرف انه بالضبط ما هي الواجبات التي المعاطة به في ادائه او خلال عمله في المعمل. هذه شغلة مهمة، وبالتالي هو لازم يفهم هو انه المهام اللي بيقوم فيها لازم تصب في اللي هو الجولز الاساسية للمختبر. فمسألة انه كل موظف يفهم ايش حدوده وايش واجباته وايش المهام المناطة فيه، هذا مسألة مهمة جدا حتى تبعد عن الاختلاف في وجهة النظر واختلاف في المهام وتكون صورة يعني أو بيئة سلبية في المختبر نتيجة عدم فهم الموظفين لطبيعة عملهم. اثنين the rules of the surrounding is in the organization should be understood by workers.
rules of the surrounding in the organization, القواعد والقوانين واللوائح اللي موجودة في المؤسسة اللي بيعمل فيها الموظفين، يجب على الموظفين يكون يعني تكون واضحة لهم ويكونوا فاهمينها ومستوعبينها. طيب ليش احنا هذا الكلام بنقوله؟ ايش دخلوا هذا الكلام في خلق البيئة الإيجابية؟ لأنه إذا كانش فاهم القوانين المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها، هذا من مدعاة انه هو يقع عليه ظلم نتيجة تصرفه ما بعرفوش، هذا يقع من مدعاة الى انه يكون في هناك لبس واضطراب داخل العمل نتيجة عدم فهم الموظفين طبيعة القوانين، وبالتالي يصبح العمل فيه لغط وفيه كثير من الاخطاء سواء كانت مقصودة او غير مقصودة، زائد انه عدم الفهم يؤدي الى اختراق وخرق للقوانين واللوائح، وطبعا هذا يعني بيحدث نوع من الفوضى، وبالتالي احنا المدير يجب ان يكون فاهم وعارف بالضبط وحريص على انه كل موظف يكون فاهم ومستوعب ومدرك للقوانين الخاصه واللوائح القانونيه الخاصه بالمؤسسه. ثلاثه، من مهام المدير لخلق بيئه ايجابيه removal of obstacles that might stand in the way of the workers' effective performance. اي عائق في وجه العاملين في المختبر يعيق ادائهم في الشغل ويعيق ابداعهم في العمل يجب ان يزال هذا العائق. اي عائق، هذا العائق ممكن يكون مادي، هذا العائق ممكن يكون نفسي، هذا العائق ممكن يكون جغرافي، هذا العائق ممكن يكون اي نوع من انواع العوائق. المهم أي عائق بيعلم المدير إنه هو يقف مانع في وجه الأداء الجيد للموظفين في المختبر، من مسؤوليات المدير إنه يكون عنده الهمة والنية إنه يشيل هذا الأوبستكلز، حتى برضو نرجع نقول نخلق بيئة إيجابية داخل المختبر. طيب نمرة أربعة، the working environment should encourage personnel to do their job as supervisor want them to be done. البيئة اللي في المختبر يجب أن تكون مشجعة إلى درجة أن الموظفين يقوموا بأدائهم الوظيفي كما يرغب ويريد المدير. كمان مرة، البيئة المشجعة في المختبر، البيئة المشجعة في المختبر، إحنا نقصد بالبيئة المشجعة في المختبر، إحنا قلنا البيئة، العلاقة بين الموظفين، الراتب اللي بياخده الموظف، ظروف العمل، الكهرباء اللي إذا الدنيا شوب إذا في مكيفات، المراوح إذا بيسمح الأمر، الكرسي مريح، الأرضية نظيفة، المكان نظيف، المكان هاوي، يعني البيئة بشكل عام مريحة. فيجب أن يحرص هذا المدير على أنه تكون البيئة مشجعة ومريحة إلى درجة كافية أنه الموظفين يقوم بالعمل كما يريد المدير. 5. The worker must have the sense of being vital part of the organization. يجب أن يعلموا ويشعر ويعتقد الموظفين في داخل المختبر، كل واحد فيهم يجب أن يشعر ويعتقد أنه هو جزء أساسي وحيوي في المختبر، وإلا حيكون في هناك ارتداء ردة نفسية، وحيعتقد انه هو وجوده او عدم وجوده واحد، وبالتالي بيصير مسألة الغياب طبيعية، التأخير في العمل طبيعي، فبيصير مسألة عدم الحرص على الأداء الجيد طبيعي، لانه هو عنده قناعة انه هو وجوده مش كتير مهم. طب هو من وين اجاله هذا الشعور؟ هذا اجاله الشعور من سوء التعامل معه، ممكن يكون زملاته بيمارسوا عليه التنمر الوظيفي، وانه انت ايش، انت رحت ولا جيت واحد، او المدير بيزعل منه مثلا في موقف او حاجه وقال له انا مش مستفيد منك بحاجه، انت ما بتعملش حاجه في المختبر، انت مش مهم، انت زياده، انت، وبالتالي هذا الكلام وهذا الشعور وهذا الاعتقاد بيخلي الموظف ما يقومش بالاداء المناط فيه بشكل عام، وبالتالي مسألة إنه الموظف إنه هو يعني يشعر إنه هو ذو قيمة وذو أهمية في المختبر، هذا الموضوع في غاية الأهمية عشان هو يقوم بواجبه. وأنا يعني زمان كان في الجزيرة الوثائقية كان بيتكلموا جايبين برنامج عن السيارات المرسيدس اللي تصنع في ألمانيا،
طبعا هذه مصانع ضخمة وعملاقة، وكان في طبعا مهندسين بيشتغلوا في هذه المصانع، وكانوا بيعملوا لقاء مع المهندسين. فمهندس يعني بيحط برغي في شغلة وبيتأكد انه هو يعني انه هذا الاشي بيثبت قطعة ببرغي، وكان هو من وظيفته انه هو انت لازم تتأكد انه هذه القطعة موجودة في مكانها صح ومثبتة صح. فلما بيسألوا الموظف او الصحفي بيقول له انت ايش اللي تسويه؟ بيقول له انا بحط القطعه هذه بثبتها. قال له بس انت هي شغلك؟ قال له اه، هذه القطعه اذا ما كانش موجوده معناته السياره مش هتمشي بشكل سريع سهل وسلس، وبالتالي انا يعني كل المصنع متمركز حول شغلي. وهذا هو اعتقاده، وهذا شيء جيد. هو ممكن يكون مصنع مش متمركزش حول شغله، حول الوظيفه اللي بيسويها، لكن هو اعتقاده وفهمه انه هو كده، هذا بيؤدي الى انه يكون فخور بنفسه وفخور في المصنع اللي يشتغل فيه، وبالتالي حافز انه هو يشتغل صح ويؤدي عمله بكفاءه. 6 supervisor must be aware that subordinates are people with needs and desires to be considered. هو بيقول انه السوبرفايزر او المدير يجب ان يفهم ويتذكر دائما انه الناس اللي بيشتغلوا تحت ايديه واللي هم مسؤولين عنهم هم اناس بشر إلهم احتياجاتهم وإلهم رغباتهم التي يجب أن تحترم. يعني إيش الكلام هذا؟ يعني هو يجب أن يتعامل مع الناس بهيومانيتي، بإنسانية. يعني الناس هذولا إلهم احتياجات، بتمر عليهم أيام حزن، بتمر عليهم أيام سعادة، بتمر عليهم أمور عديدة متقلبة. هو يجب عليه أن يراعي هذا الشيء، وإنه ما يكونش يعني مكينة تأمر وتنهى فقط. لا، هو يعني لازم يكون فاهم أن هذول الناس لهم أحاسيس ولهم مشاعر ولهم رغبات يجب أن تحترم. صار في ظرف طارئ يعني تغاضى، صار في تصرف معين نتيجة ضغط نفسي عنده مثلا في البيت أو شيء تغاضى، انزلق في موقف تساعد، وهكذا. يعني يجب أن يكون التعامل إنساني مع هذول الناس، لأنه في الآخر هم بشر وبتعرضوا لظروف متنوعة، سواء كانت هذه الظروف سعيدة أو حزينة. هو يجب أن يراعي هذا الشيء ويتعامل معهم بإنسانية. 7 supervisor must realize that some of this of his workers may have useful ideas for solutions to current problems. هو الاحترام رأي الموظفين هذا شيء إيجابي ومشجع بشكل لا تتخيله. هو يجب أن يعني يأخذ بآرائهم، وهو مش بالضرورة إنه هو يأخذ بآرائهم يعني معناته يطبق رأيهم، ولكن هو مجرد أخذه لرأي الموظفين هذا بيشعرهم بالاحترام والقيمة، وبالتالي هو شعارهم وإعلامهم إنه أنتوا يعني رأيكم مهم بالنسبة للمؤسسة، هذا يعني جيد. حتى وإن لم يأخذ بهذه الآراء في حل مشكلة معينة، لكن مجرد المشاورة هذه بتفرق مع العاملين. هذه السبع بنود يعني هي بنود أساسية لخلق بيئة إيجابية داخل المختبر وفي الأجواء المشجعة، خلق أجواء مشجعة في داخل المختبر بين الموظفين. ننتقل الآن إلى المفهوم اللي هو managing versus doing. Managing versus doing يعني هنا في مفهوم في عملية اختيار للمدير المختبر، وهذا المفاهيم غالبا بتكون يعني خاطئة ومش مبنية على أسس سليمة. وإذا لم تم اختيار مدير للمختبر بناء على أسس غير سليمة، طبعا المختبر هيعاني والموظفين هيعاني، لأنه أنت اخترت الإنسان اللي مهاراته الإدارية ضعيفة، وما اخترتش الإنسان اللي هو بيستطيع انه يعني يقود المختبر بطريقة ادارية ومهنية سليمة. خصوصا ان احنا يعني ذكرنا فيما سبق قديش المختبر المدير المختبر لازم يمتلك من المهارات المتنوعة والعديدة حتى يكون الامور يعني ممتازة وتحقق اهدافها. طيب ايش المقصود بالمانجينج فيرسس دوينج؟ المقصود هنا انه في الزمانات لما كانوا يعني بدهم يختاروا مدير للمختبر، وبالغالب حتى في الايام هذه في بلادنا هنا بالغالب انه يتم النظر الى افضل موظف بيشتغل في المختبر،
وبالتالي هم بياخدوه كمدير المختبر. يعني هنا المعيار لاختيار المختبر اللي هو اختيار مدير المختبر اللي هو افضل موظف بيشتغل في المختبر. يعني مثلا لو انا عندي قسم الهيماتولوجي، عندي قسم المايكروبيولوجي، عندي قسم بلاد بانك، وانا كمدير المختبر طلعت بشوف مين افضل واحد بيشتغل صح، بغلطش، اموره تمام، وبقوم بقول انه المدير المختبر الجاي المفروض يكون فلان فلاني بناء على ادائه الجيد. لكن هنا في ملاحظه مهمه، اللي بيشتغل في المختبر في البلاد بانك او في الهيماتولوجي او في المايكروبيولوجي وبغلطش وادائه كويس، هو مش بالضروره يكون عنده ملكه اداريه وقدرات اداريه تمكنه من قياده المختبر، يعني مش ضروري يكون قائد. وبالتالي المعيار الوحيد اللي انا باخده انه اللي بيشتغل كويس في التحاليل الطبيه وفاهم التحاليل الطبيه كويس وعارف الشغل وانه هو ما بيغلطش ومكانه نظيف ومش مهروش، معناته هو مدير جيد. هذه صفات جيده تكون مدير موجوده في المدير، هذه صفات جيده تكون، يعني يجب على ان يكون المدير عالم بالتحاليل وعارف بالاشياء العلميه الخاصه والمهارات والمعارف الخاصه بالتحاليل الطبيه، ولكن اللي اداؤه على البنش جيد وبيشتغل تحليل صح مش بالضروره يكون عنده القدرات والملكات الاداريه السليمه اللي بتخليه وبتمكنه انه هو يقود المختبر بطريقه صح، مش بالضروره. طيب طيب احنا الان ايش الحل؟ الحل انه انت تنتقي الناس اللي عندهم قدرات اداريه سليمه، الناس اللي عنده ملكه اداريه وقائد. طيب افرض انه هذا اللي انا لقيته هو مش افضل واحد مشتغل على البنش، طيب مش مشكله، انت ممكن تاخده وتحطه المدير. طبعا في هذه الحاله هتقول لي طب ما هو اللي بيشتغل كويس وهذا حيشعر بالظلم، يقول لك طب ما انا بشتغل افضل منه. ايوه الحاله هذه يجب ارضاء الموظف اللي بيشتغل على البنش بشكل ممتاز ومهني وعلمي، ولكن ملوش قدرات اداريه، يجب ان يتم رفع راتبه وارضائه براتب مجزي نتيجه اجتهاده في عمله. بمعنى ايش؟ بمعنى انه في بلاد برا في عند الاجانب في المؤسسات والشركات قد يكون المدير راتبه اقل من الناس اللي بيشتغل تحت اللي بيشتغلوا تحتيته. يعني ممكن السب اوردينيتس موظف عنده مدير، يمكن هذا الموظف احيانا بيكون اذا كان فني واذا كان هو اداؤه ممتاز وانا ما بستغنيش عنه وبديش احطه مدير لانه شغله كويس، اذا انا ضل خليت راتبه زي ما هو معناته اداؤه الكويس صار عائق امام تطوره. اصبح بقول لك هو انا عشان اللي بشتغل كويس عشان انا منيح، معناته انت بدكش تحطني مدير، طب انا بديش اشتغل منيح، وبالتالي هلا ما بينفعش كده. وبالتالي الفني الجيد والفني الممتاز والفني اللي بيشتغل بطريقه ممتازه ومحترفه لكن ما عندهوش قدرات اداريه ما بينفعش اخليه من غير زياده في الراتب، حتى ما اعتبرش انه اداؤه الجيد اصبح عائق وبالتالي انا برفع من راتبه. فتجد انه في المؤسسات المحترمه والمؤسسات اللي فاهمه ايش يعني الاداره بتلاقي انه السب اوردينيتس او الفني او المهندس التقني ممكن جدا يكون راتبه اعلى بمراحل من راتب مديره، اعلى بمراحل من راتب مديره، وبالتالي هذا المدير راضي والمهندس الفني بكون او تبع التحليل بكون راضي وكل واحد اخذ حقه، هذا راح مدير لانه قدراته اداريه كويسه وهذا ما عندوش قدرات اداريه واداؤه جيد وبالتالي زودنا له راتبه. تمشي الامور بالطريقه السليمه بالطريقه هذه وبتكون ما فيش مشكله بين الموظفين. عشان هيك يعني هنا بقول لي one of the most difficult hardest for a new supervisor is transition period between staff responsibilities and management responsibilities. احدى المشاكل الاساسيه في عمليه اختيار موظفين لإدارة المختبرات هو كيفية انتقاء هؤلاء المدراء. بقول in the past years when supervisor was needed يعني لما يكون في supervisors محتاجين في السنوات السابقة وبيحكي عن أمريكا. The common method was to evaluate staff members within the department or for the best performing technologists. فكانوا هم ياخذوا اللي هو ايه اللي هو best performing technologists، افضل انسان في الشغل التقني والشغل المهني في التحاليل
هو كان ياخذوه كمدير، لكن احنا قلنا مش بالضروره هو يحصل يكون حاصل او يمتلك المهارات الاداريه السليمه. This person was the appointed supervisor on assumption that because he performed well at the bench. هو تم اخذه كمدير على افتراض انه هو حيكون مدير ناجح لانه اداؤه على البنش ناجح. He would automatically make a good supervisor. خلاص ما دام هو بيشتغل على البنش كويس وشغله منيح يبقى هو يعني will be good supervisor. Although it is true that good laboratory مظبوط انه لازم يكون السوبرفايزر فاهم وعارف كل خبايا التحاليل الطبيه، لكن ايش بقول هنا؟ لكن مش بالضروره بقول هي may or may not possess the potential for managerial skills. ممكن هو ما يكونش يحمل السكيلز او مش ربنا مش معطيه الملكات الاداريه السليمه ليقوم بهذه الواجبات. ف زي ما حكينا الحل انه انت تنتقي الشخص الذي يمتلك مهارات اداريه جيده، وما تنساش انك انت تحفز بالمال او بشيء مناسب اللي هو الناس اللي انت ما تختارتوش لانه هو في تقني بشكل ممتاز ما تستغنيش عنه وما بيملكش ملكات اداريه بدك ترضيه بالرواتب الزياده. نيجي لحاجة تانية اللي هو Education Laboratory Administrators، عملية تطوير الكادر المهني اللي بيشتغل في المختبر. احنا طبعا لو نظرنا الى المختبرات اللي موجودة في البلد بنلاقي انه في ناس خريجة من التسعينات او من الالفين وتوظفت ويمكن ما طلعتش ولا مرة دورة، وهذا طبعا يا اخواننا كارثي. يعني لما انت بتحكي عن موظف في اي مستشفى من المستشفيات الحكومية وتجد انه هذا الموظف له 15 سنه ما اخذش ولا دوره، او 18 سنه ما اخذش ولا دوره، او 10 سنين او سنتين ثلاثه حتى، وما طورش من نفسه، هم على قد العلمات اللي اخذوا في الجامعه. هذا الشيء طبعا كارثي، وهذا الشيء يعني مش مشجع وبيجعل من الموظف خامل وماكينه بتكرر نفسه. هم العلمات اللي اخذهم قبل 10 سنين 15 بكررهم، ما فيش تطور، وبالتالي بيصير حياته رتم ثابت مملة وما فيش إبداع وما فيش أجواء إيجابية. يجب على مدير المختبر أن يحرص على أنه يدي دورات للعاملين بشكل دوري، يعني مثلا كل سنة مرة على الأقل، بحيث أنه يكون العاملين الوركرز هذولا على اطلاع بكل جديد. هي الدنيا تتطور وما بتقعدش يعني عند محطة معينة في البحث العلمي، وبالتالي كل يوم هناك في جديد. فإحنا المدير لما يعني يكون حريص على تطوير المهارات الفنية والمعلوماتية للوركرز، هذا شيء ممتاز وبيخلق بيئة إيجابية زي ما حكينا. وبالتالي الدورات هذه في شغلة بدنا نفرق ما بين الدورة التدريبية والتعليم. دورة تدريبية وتعليم، الموظف يحتاج الاثنين. الموظف لما بتخرج وبتوظف في التحاليل الطبية في المستشفى مثلا، هو بيحتاج انك انت تعلمه معلومات جديدة ومحتاج انك انت تدربه. طب ايش الفرق بين التعليم والتدريب؟ Training versus education، ايش الفرق بين الاثنين؟ قال لك Training is the process of learning. A sequence of program behavior. التدريب انه انت بتعلمه خطوات متسلسله من الشغل. يعني انت بدك تعلم شخص على جهاز، بتقول له هذا الجهاز بنشغله كده، بعد ما نشغله بنفتح الغطايا، بنشيل القطعه الفلانيه، بنحط السائل الفلاني، بنسخن، بنرجع بنوزن، بنرجع بنحطه، خلصنا، بتاخد القراءه. هذا اسمه sequence of program behavior، يعني هذا تسلسل من التصرفات المترتبة والمبرمجة. إذا هذا training. يبقى أنت لما بتدرب إنسان على جهاز مثلا PCR، على جهاز مثلا للهرمونات بيشتغل مثلا في الرن الواحد مثلا 200-300 عينة، فأنت بدك تاخده يتعلم دورة، بتقول له أنت بنحضر المحاليل بطريقة هذه، وبعدين بنصب 2 مل، وبعدين بنحط الجهاز، بنسخن، بنعمل، بنخزن على الكمبيوتر. أنت بتعلمه تسلسل من التصرف أو من البيهيفيرز
اللي هو بروجرام بيهيفيرز. هذا التريننج. التريننج از ذا ابلكيشن اوف نوليدج. طبعا التريننج هذا تطبيق للمعرفه، يعني هذا الجهاز اللي انا بتدرب عليه واللي قالوا لي خطوات العمل على هذا الجهاز التدريب، هذا نتيجه ايش؟ نتيجه المعرفه. وبالتالي انا بتدرب وبطبق نتيجه المعارف اللي تمت على هذا الجهاز. ايش يعني المعرفه؟ يعني لما المهندس اللي كان عنده خبره في معرفه الجهاز هذا ايش بيشتغل وكيف بيشتغل وعند اي طاقه كهرباء وعند اي درجه حراره وايش الرن اللي بياخده وايش وايش، هذه المعرفه تم تطبيقها من خلال التريننج. يبقى التريننج از ابلكيشن اوف نوليدج. In contrast, بالمقابل الeducation is the understanding and interpretation of knowledge. التعليم لا، هو تعليم فهم وتفسير اللي هو ايش؟ المعرفة. يبقى العلم الeducation التعليم الeducation is the understanding and interpretation of knowledge. يعني فهم وتقييم وتحليل المعرفة. فهم وتقييم وتحليل المعرفة. التريننج ان انا بتدرب على سلوك وخطوات مبرمجه ومحدده، اما التدريب على سلوك، يعني انا بتدرب على تصرف يدوي، اما التعليم هو فهم وتحليل للمعلومات والمعارف اللي انا باخذها. Education does not provide definitive answers. مش بالضروره الeducation انه يدي لك definitive answers لاي مشكله، لا، هو الهدف من التعليم انه هو يخلق في دماغه لديك دماغ يفكر بطريقة منطقية، بيحلل المعلومة بطريقة منطقية، بيصل بيربط المعلومات مع بعض حتى يصل الى الإجابة. هو التعليم الطلب التلقين بيعلم الطلاب الغباء. التعليم لان انا بجيب المعلومة للطالب جاهزة وبقول له هذه الكائن الحي بيحتاج للأكسجين لانه هو كائن هوائي، فالطالب بيحفظها انه هذا الكائن هوائي وبالتالي بيحتاج اكسجين. هو ما فهمش هو طب ليش محتاج الاكسجين، طب هو لو ما كانش فيه اكسجين طب وش بيصير، طب احنا في مدام كائن معناته في ايش اللي بيختلف الصفات الخليه عن خليه الكائنات الغير هوائيه. هذه الاستنباط وهذا الفهم وهذا التحليل للمعلومات يجب ان يكون التعليم يسلك هذا السلوك، انه انت بتديه معلومه تدوش اجابات، بتديه معلومه والإجابات واستنباط وربط هذه المعلومات مع بعضها هي الطريقة إلى التعليم الصح، عشان يطلع الطالب عنده قدرة عقلية إنه يعمل interpretation ويحلل ويقيم المعلومات اللي هو بيحصل عليها، وبالتالي هو دائما بيكون حاضر ذهنه ومتقد الذكاء. أما التلقين هذا طبعا أسلوب الجهلاء والأغبياء. Facilitating the development of technical managers require understanding of what technical manager need to learn the sense of when they are most ready to learn. هذا مش مشكلة يعني حكيناه. New supervisor were able to determine their feeling of needs as they began new career. يعني لما يكون في عندك supervisor مدير جديد ضروري جدا انه هو يعني يكون عنده الدافعية انه يطلب ويحتاج الى الدورات التدريبية ومهارات متعددة سواء كانت ادارية او علمية عشان تمشي الامور معاه ونحتاج وناخذ النتائج منه وثمرة الجهد تبعه بشكل جيد. يعني مش انا حطيته مدير خلاص يعني انساه، لا، يجب ان ينصب مهاراته بشكل دائم، دورات إدارية ودورات علمية وما إلى ذلك، حتى ويشعر أنه هو يتطور في الأداء تبعه الإداري على أساس أنه هو في الآخر أنت تأخذ منه الثمرة اللي أنت بدك إياها. في هناك مسألة التدريب والتعليم، يعني يمكن الدول المتقدمة المتحضرة تصرف عليه مش ملايين، مليارات الدولارات سنويا على أساس أنها تطور من الكادر البشري اللي هي بتشتغل عندها. وطبعا هذا كلام هو السر الأساسي من أسرار نجاح المؤسسات والشركات في العالم الغربي. وفي بعض الإحصائيات بتبين قديش إن هم بيشتغلوا وقديش هم واعيين للحاجات الإنسانية لدى الموظفين في عملية اللي هو الـ تطوير الكادر البشري. بيقول 89% طبعا من الاحصائيات لقوا 89%
من الوركرز wanted more knowledge about human relations. في لجو لما عملوا استبيان للموظفين الدولة بشكل عام، لجو أنه حوالي 90% منهم بيحتاج إلى دورات في فهم العلاقات البشرية. 59% need better communication techniques. 59-60% منهم بيحتاج قدرات وملكات إدارية وبناء علاقات مع الناس والقدرة على بناء العلاقات وتقنيات بناء العلاقات ومهارات بناء العلاقات مع الآخرين. مهارات بناء العلاقات مع الآخرين، يعني هو أنا حابب يكون هو ذو مهارات وقدرات عالية في ربط علاقات مع الناس. 40% filled deficient in personal procedure and record keeping. في 40% منهم هم بلاحظوا عندهم نقص في القدرات والمهارات الشخصية لديهم ومهارات تسجيل الريكورد كيبينج أو اللي هو رفع الملفات والاحتفاظ فيها. 39% يعني 40% need help in operation planning. لقوا إنه حوالي 40% منهم محتاجين مساعدة في التخطيط للأعمال. تخطيط الأعمال يعني في عنده هو مسؤول عن مشروع معين وبده يخطط المشروع، هو بيحتاج مساعدة في 40%. 27% wanted better method and staff development. 27% بيقول لك احنا محتاجين تطوير الطرق اللي بيشتغل فيها بطريقة بيشتغل فيها وتطوير الستاف نفسه، الطاقم البشري اللي بيشتغل محتاجين تطويره وتطوير مهاراته. هذا يعني بعض الإحصائيات. احنا المحاضرة القادمة ان شاء الله حنتكلم عن الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول، واحنا كده في المحاضرة هذه بنكون احنا خلصنا اللي هو الجزء او الشق الاداري الخاص بإدارة المختبرات التحاليل الطبية، وإن شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ في اللي هو الكواليتي أشورنس والمفاهيم اللي خاصة بكيفية تطبيق كيفية ضمان إنتاج نتائج صحيحة ودقيقة دون أي أخطاء تذكر. لعندنا إن شاء الله بنكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.